تجرى الانتخابات 45 يوم من اعلان فتره الترشح. عارفين ان نادي الزمالك يعني يسير بخطه جيده جدا في كره القدم، حتى اللي احنا عرفناه برضو النهارده انه تم الاتفاق او التوصل الى حل مع اشرف بن شرقي انه عقد لمده 3 سنين، وان الشرط الجزائي هيبقى 2 مليون دولار بعد اول سنه ومليون دولار بعد ثاني سنه، وانه خلاص كان في طريقه الى التوقيع رسميا، وتم ارسال العقد بالفاكس للمحامي بتاعه علشان يراجعه، بالتالي تنتهي قصة أشرف بن شرقي. النهاردة الأخبار دي موجودة. وأنه كمان محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك تم الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 سنوات، هياخد 7 مليون جنيه في السنة، كان عايز يساوي نفسه بعواد، لكن الإدارة قالت له ان عقد عواد مش احنا اللي مسؤولين عنه، لكن الإدارة السابقة المنتخبة التي تم إيقافها هي اللي مسؤولة عن العقد عواد، وبالتالي هي بتسير وفق قيمة التعاقد المتفق عليه مع كل اللاعبين. وافق محمد أبو جبل على تجديد التعاقد ل3 سنوات. كمان اللي عرفناه ان اللجنة تترك النادي وفي خزنته 11 مليون جنيه سيولة، وان الشركة الراعية ايضا ستدعم النادي خلال الفترة المقبلة. زي ما بنقول المهم أن يسير نادي الزمالك في طريقه الصحيح، وأن يسود الاستقرار والهدوء نادي الزمالك. نادي الزمالك قلعة مهمة جدا رياضية في مصر، مش بس على مستوى كرة القدم لكن على جميع المستويات، وحتى على المستوى الاجتماعي، لأن أعضاء نادي الزمالك كتير جدا ويقتربوا من 100 مليون أسرة بتكتسب عضوية نادي الزمالك.